ميه بالزبط. ليه ما تقوم تسقي نفسك؟ ايه مالكش ايد ولا مالكش؟ انا بشتغل زي زيك. طيب خليني اقصل معاكم هنا في الحلقه ديت شويه حاجات. وانا ما يهمنيش على فكره ان احنا نتكلم في النديه وناخد بقيه عناصرها قد ما نقصل الحاجات اللي انا هقولها لك دي. احنا الاول متفقين ان احنا بيت مسلم وبيتنا احلى وبيت منور وبيت يرضي الله ورسوله، ده الاساس. احنا نفسنا ان احنا يعني تبقى اساس البيت المعنى ده. هحكي لك سعيد بن المسيب ويعني ايه من الثلاث حاجات اللي احنا هناخدها، هو مع زوجته وهو مع بنته. وازاي ان بنته جوزها اللي انت عاملاه ند معايا ولا لا، وهنشوف القصه. سعيد بن المسيب لما جه يزوج ابنته جاله امير من امراء بني اميه رفض، وسال عن واحد كان بيحضر معاه الدرس فقير، قال ده دار طالب راح فين ده؟ سال عليه قال له اصل زوجته ماتت، فهو كان امور الدفن بقى والعزاء وكده، فاما راح جابه كده وقال له تعالى احضر وبتاع، قال له كان امور، قال له عندك تتزوج؟ قال له عندي. من احدى طلب يعني من طلبه العلم اللي كانوا العلم اللي موجودين عنده. قال له لا والله ما عنديش اتزوج ولا عندي اي حاجه، قال له تعالى جهز نفسك فازوجك بنتي. طبعا رفض امير ويزوجها لتقي عارف علمه وعارف عن الله سبحانه وتعالى. لما بعد الصباحيه ونازل لبس بقى خلاص ونازل يحضر، قالت له الى اين تذهب؟ قالت له قال لها احضر جلسه العلم بتاعت والدك، قالت له اجلس اعلمك علم سعيد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ينفع الزوجه يبقى في مكانه او عندها علم اكتر من زوجها؟ هل هو بقى قال لها لا ده انت هتعملي ند ليا وانت بتتعاملي عليا وتسودي عليا وتريسي عليا؟ دي حاله لازم افرق فيها، وهقول لك الشكل الثاني الغلط للحاله دي. الحاله الثانيه لما قالت زوجة سعيد بن المسيب، لما قالت ايه؟ قالت والله نحن نكلم ازواجنا كما تكلمون امراءكم. ده رقم اتنين. يبقى الاس رقم واحد ان عادي ممكن تبقى الزوجه اعلى وما يبقاش فيه نديه، ده دليل ان هو ما قالهاش وما حصلش مشاكل. الامر الثاني توقير الزوج بالدرجه، انا اكلم زوجي. حتى الحديث يقول لك هل يصح ان تخاطب المراه زوجها باسمه مجرد؟ لا لازم تكنيه. قال لك لا لا لازم تلبسيه كذا، يعني سي عمر وسي احمد وسي محمد. الفتوى دي منتشره على الفيسبوك. انا فاهمه. انا اقصد مبنيه، يعني هو كان سؤال وحد بقى اصله بالحديث اللي حضرتك هتذكريه ده. بالظبط كده. انا عايزه اقول لك بقى الاصل الثالث اللي بنقصله النهارده قبل ما نتكلم عن النديه. إن الله، حديث صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، إن الله لا ينظر إلى المرأة التي لا تستغني عن زوجها ولا تؤدي حقه ولا تشكر له. حديث صحيح، يعني هي تستغني لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. مجرد بس إن هي مجرد ما بتشكرش فعلته وهي لا تستغني عنه. خليني بقى علشان شوف أنا عمالة أهم، بصي أعلي بقى الأزواج فرحانين مبسوطين أهو. ماشي، ده انا لسه هاجيلك في فلان دي اللي انت دخلت فيها. بس خليني معاكي بقى في الجانب ده، افرق ما بين حالتين. ما بين هي بتشتغل وانت واحنا عارفين مجتمعاتنا المصريه خلاف حتى الخليج، هي بتشتغل وعليها انها تجيب وتودي والسباكه والطباخه واللي مش عارفه والسواق اللي بيوصل عيال للنوادي وللحاجه وكل حاجه عليها. في سواقي ممكن تكون كمان اجتماعيات. بالظبط، بتعمل اجتماعيات كمان، مطالبها كمان انها ما تروحتيش لاختي ليه وما رحتيش لامي ليه وعملتي كذا ليه وصاحبتي ما اتصلتيش ومعاها، يعني مطلوب كمان منها اجتماعيات. وبعدين تيجي وهي جايه من بره، بتشتغلوا مع بعض وبتيجوا مع بعض، دي الحاله الاولانيه، وبتيجوا مع بعض وتيجي انت نايمه مثلا نايمه ارتاح وهي داخله جوه عماله تخلص وتعمل ومش عارفه وتعمل، ويلا الاكل جه ويلا مش عارفه نعمل ايه ويلا كذا، ولسه هتقعد امي ناوليني الريموت. دي حاله. هنا لا تقول له امها تبع. ماشي، ده وضع. لكن الوضع الثاني، وده تقريبا فوق ال 95% من بيوتنا وحالنا اللي شبهنا، بيبقى شغال دوام ورا دوام، جاي 14 ساعه، جاي مش قادر عشان بس يعرف يعمل توازن. وانت بتعملي في البيت وبتشتغلي او بتشتغلي بره عشان تساعدي وتسندي الراجل ده، ما هوش قادر. والله عز وجل جعل مننا احنا كنساء، بصي وده الاصل رقم 4، ايوه، ولا يخرجنا من بيت الزوج ولا بيت ابوها ولا بيت ابوه من بيوتهن. بيتي مملكتك، الله عز وجل قال عليه كده، ده الوصف. ما اقولش بقى اصلها بتشتغل في بيت زوجها واصلها مش عارفه بتعمل في بيت، مش بيت زوج، مين اللي قال؟ ده بيتي، الله عز وجل قال كده. يعني سواء كنت زوجه او كنت بنت او كنت اخت، هو كده. ولا يخرجنا، لا انت متزوجه وفي قلب بيتك وده زوجك، هو مش بيت زوجك
ولا بيت حماتك ولا بيت حماك، هو بيتك والله عز وجل اللي سماه كده، لازم تتمسكي بالمعنى ده. بيتك بقى يا انثى يا جميله يا نظيفه يا اموره يا رقيقه، بيتك ده هتسيبيه؟ اصل لازم هو يعمل شيل ما يعمل ما يجيب ما يسوي ما، ولا بيتي ده هو مملكتي وروحي وريحتي اول ما بدخل من البيت الدنيا جميله وعارف وصحيح ما بتاعك في كل مكان كل يعني. لمسه من اللمسات، واحده بتقولي هو اللي احنا بتوع تنظيم وبتاع، لا لا مين اللي قال ده؟ الرجاله بتنظم احسن، مخام مرتب، هاتي الادراج يا حبيبتي المفعكشه عندك دي واديها له وقولي له اقعد اقعد رتب الادراج. فانا عايزه ما يبقاش الشكل اللي هو النديه ده اللي بقى له 14 ساعه ده ده انت رفقا رفقا ورحمه، وما اجيش اقول لك لا وقولي له واعملي له وبلوك ومش عارفه وايه وتطلعيه وترضيه، خطا خطا. لا ده الراجل ميت جاي جاي بيجرجر نفسه، وانت ايه كنت ارتحتي شويه عملتي شويه؟ احنا طبيعتنا واحنا في فوره بتاع الجينات بتاعتنا بتبقى سريعه جدا، عايزه تخلصي مش عارفه ايه وتعملي الواجب مع الاولاد وبعدين ولو قعدتي نص ساعه الدنيا خلاص بتروح بتروح فعلا، ممكن تنامي فعلا ما تتقلبيش يعني، بيقول لك ما بتقلبش انا نايمه قتيله هو كده. لكن لما بتلاقي زوجها بنفس الوصف، واحنا لما اتكلمنا عن السعاده داخل البيوت قلنا حاجه من الاساسيات، حتى لو بتشتغل حتى لو انت لازم ابرمج نفسي ساعة مجي زوجي أنا صاحية، ساعة مجي زوجي أنا معيني كده في وسط راسي، ساعة مجي إن شاء الله ولو نص ساعة حبيبي كذا أعمل كذا نسوي كذا باي باي يلا سلام. هو لازم يكون كده. ألاقيها داخلة الجد بيتصل علينا عروسة عروسة داخلة دخلة، وبعد يعني عدت الليلة والليلة التانية أونلاين، الساعة كام؟ الساعة 2 بالليل. إيه العروسة اللي الساعة 2 بالليل الأولى والعريس إيه بيقول لي اتصل بدل ما أروح أبعد لهم، والجد ما شاء الله عليه حازم جدا اتصل عليهم بدل ما أزعق لهم، إيه اللي قاعدين مش هي طبيعة الدنيا كده. فبقول لها تقولي لا أصل هو كان نايم شوية، لا نايم نامي جنبه، صحي اصحي. هو دي من علامات، لا ده مش ده من الأساسيات. النقطة اللي أنت بتقوليها دي نقطة بتضرب في مقلب طبعا دلوقتي كتير قوي قوي قوي، يعني احنا بس البيت لوكاندا بيتقابلوا كده ايه حبه حبه كده 5 10 دقائق نص ساعه، وبتبقى كلها عباره عن هات كذا وانت جاي اعمل كذا، الولاد عندهم كذا، الدنيا ماشيه بالشكل ده، لكن مفيش الفكره اللي انت بتقولي عليها. هو بيبقى صاحي وهي نايمه، هو نايم هي صاحيه، وكل واحد في وادي والعيال في وادي تالت. احنا دايما بنركز يا استاذه تسنيم على حته جلسه العيله، والله لو هتقعد معايا العشر دقايق تكفيني فيهم مشاعريا وانا اعفيك فيها واخليك فعلا يعني مشبع عاطفيا فيهم، انا ده يكفي الامر. وكل واحد يعني احنا عارفين موضوع الطلبات خليها على الواتس وابعتي له طبعا، لان الرجاله ما مش عايزه تاكيد عشان انا قلت لا ما بتفتكرش، فببعت تاكيد على الواتس وعلى الماسنجر وعلى الايميل على كل حاجه، هي نفس الطلبات الرساله عشان يبقى عينه شافتها اكتر من مره. لكن جلسه ممكن بعد شويه اعمل لها بلوك 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 يعمل لها كده يعني بعتلي على الواتس وعلى الايميل وعلى الماسنجر. ما هو علشان هو الفكره ايه؟ الفكره ان انا بركز على الحاجه اللي هي عندك عاليه جدا الغده البصريه، لكن النقلات العصبيه بطيئه، فانا بتعامل مع شخصيتك. فانا بس نفسي في موضوع النديه ده ان احنا ما نبقاش واقفين لبعض على الواحده، سترونج وومن اندبندنت وومن، ده انا مش عارفه ايه وومن وكذا وكذا والاسلام، ويبتدي بقى كل المفاهيم ليه تقولي له ما انت بتشتغلي زيه ومطحونه زيه ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. انا سبق قصلت معاكي 4 حاجات، حطي الحاجات دي